الجامعة بيروت منذ 3 سنوات تعكف على إنشاء حاضنة ومسرع أكسلريتر وستارت أبس للشباب المقدسي. نحاول أن نسعى إلى عمل اقتصاد مقدسي، بالتالي هذا لا يتأتى إلا بتفعيل دور الجامعة في مدينة القدس من خلال خلق حاضنة وستارت أبس لمساعدة الأفكار الريادية للشباب، لفتح أعمال ريادية لهم، وإذا تطورت هذه الأعمال فتح فرص عمل للشباب بشكل عام في مدينة القدس. تركيزنا كذلك سيكون للنساء، بحيث أنه المرأة الفلسطينية المتعلمة في مدينة القدس لا يوجد لديها فرص عمل إلا إذا إجت على الضفة الغربية، أما إذا فتحنا لها فرص عمل وربطناهم مع شركات عالمية يعملوا من خلال مدينة القدس مع هذه الشركات بمعاشات مناسبة على المستوى الدولي، بالتالي تستطيع العائلة المقدسية المرأة والرجل أن تعمل وتعيش في مدينة القدس، وأن نثبت هؤلاء المواطنين في مدينتهم في مدينة القدس. جامعة القدس واحدة من الجامعات الرائدة في فلسطين، نعتز فيها وبوجودها في القدس ورعايتها للقضايا التي تهم المواطن المقدسي بالإضافة إلى المواطن الفلسطيني بشكل عام. لكن وجود هذه الجامعة في القدس هو داعم لصمود أهلنا في القدس، وهذا دور مطلوب منا كفلسطينيين، وتقوم الحكومة بواجبها تجاه هذه الجامعة أو تجاه حقيقة المجتمع المقدسي وبتوجيهات السيد الرئيس. هذا المشروع أحد المشاريع التي يجب أن يأتي بعدها عشرات المشاريع من أجل تحسين مستوى الحياة لأبناء في القدس ومنحهم فرص حياة كريمة هم وعائلاتهم.